التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى الصعود بعدما أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات رونالد ريغان وصلت إلى بحر الصين الجنوبي لإجراء مناورات وعمليات أمنية بحرية، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس التزام واشنطن بأمن حلفائها وضمان حرية الملاحة. بالتزامن أبحرت المدمرة الأمريكية بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. الجيش الصيني قال إنه أبعد السفينة بعد دخولها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، متهما واشنطن بانتهاك القوانين الدولية وأنها شكلت تهديدا خطيرا للأمن والسلام. فيما ردت البحرية الأمريكية بأن سفينة بينفولد أكدت الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بما يتفق مع القوانين الدولية. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين إلى الامتثال لقرار التحكيم الصادر عام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي، وحذر بلينكن من أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت قواتها أو سفنها أو طائراتها لهجوم صيني في المياه المتنازع عليها. ووصف بلينكن في بيان سلوك الصين في البحر الجنوبي بأنه استفزازي.